حول أداء الأسواق العالمية بمزيد من التحليل ينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. بالدرجة الأولى دعنا نناقش تأثير حديث جيروم باول وليس قرار الفيدرالي. حديث جيروم باول ومجموعة من واضعي السياسة النقدية يجدوا احتمال خفض الفائدة العام القادم موجود بحدود 75 نقطة أساس. كيف تفسر ردة فعل الأسواق بالأمس على خلفية هكذا تصريحات؟ يعني رولا، يوم أمس كانت خلينا نقول الضربة مزدوجة، سواء كانت من ستيتمنت اللي ما تغير فيها كثير، سواء كان من حديث جيروم باول، كلاهما كان يصب نوعا ما في اتجاه أن القادم ربما يكون هو تسهيل وتقليص في أسعار الفائدة وسياسة مرنة أكثر ومخاوف من ركود اقتصادي. لكنة وطريقة والستانس تبع جيروم باول كانت نوعا ما يعني أكثر تسهيلية. طبعا التراجع من النمو القوي، إظهار نقاط الضعف تدريجيا، توقع الركود الاقتصادي وحدوثه مع إبقاء خيط أمل رفيع جدا بعيد عن إمكانية التحقق، وهو أنه أن يتم رفع أسعار الفائدة إذا ما استدعت البيانات ذلك. وصول التضخم إلى المستهدفات أو اقترابه من وصول المستهدفات نقطة مهمة كمان، هي اللي يحتاج الاقتصاد الأمريكي وقت أطول لاستيعاب تقليصات أسعار الفائدة التي حدثت، بمعنى آخر أن التضخم قد يحتاج بعض الأشهر. هذه النقاط التي اعتمدها المستثمرون يوم أمس في عمليات الشراء القوية التي حدثت على أسواق الأسهم والبحث عن حتى ارتفاعات أسعار الذهب وانخفاض الدولار. طيب إذا فسرنا أنه في شهية مخاطرة دفعت حتى البيتكوين للارتفاع والدخول في سوق الأسهم، طب شو تفسيرك لعودة الذهب لل 2030 دولار اليوم للأونصة؟ يعني راحت المخاوف، ليش في إقبال على الذهب؟ الذهب هون نحن عم نشوفه كتسعير للدولار الأمريكي تراجع. الدولار الأمريكي عم بيكون عندنا قوة في أسعار الذهب. النقطة الثانية، information أو تشكيل المحافظ الاستثمارية، ارتفعت نسبة حيازات الذهب فيه بشكل كبير جدا بنتيجة يعني عدم مقدرة على التكهن متى موعد التغير في السياسة النقدية، فرفعت معظم المحافظ الاستثمارية حيازات الذهب فيها والبلدات الآمنة إجمالا ليكون هناك نوع من الوقاية في حال ارتفع الانفليشن، لأنه كمان نحن التوجه نحو الذهب هو حركة ضمنية للتحوط ضد التضخم، لأنه في لا تزال المخاوف موجودة. إذا ما تبنى الفيدرال الأمريكي أسعار فائدة أقل، ربما تبدأ أسعار التضخم بالارتفاع، وبالتالي يجب أن يكون لديك خطة احتياطية أو تحوط لمجابهة هذا التضخم. بالتالي رفعنا مستويات أو ارتفعت مستويات المحافظ للالوكيشن تبعها للذهب، فبالتالي هذا السبب عندي موجة حادة من ارتفاعات أسعار الذهب كما رأيناها يوم أمس، ولكن الأبرز هو ضعف الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي. طيب هل تراجع الدولار هو اللي أيضا دفع بالين لأداء من جديد متفوق اليوم بنشوفه على 141؟ نحن شفنا الين، نحن شفنا الباوند اليورو، شفنا كذلك الأمر البيتكوين. الدولار الأمريكي كان يعني نوعا ما مسيطر ولا بالفترة الماضية بالعام 2023 نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة ومخاوف ارتفاعها فيه بشكل أكبر، لكن نحن لما شفنا سندات العوائد على السندات تتراجع دون 4% يوم أمس، وشهدنا الفيدرال الأمريكي يبشر ويلمح إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا في العام 2024 عما كان عليه في سبتمبر. يعني نظرته في سبتمبر تغيرت 3 رفعات لأسعار الفائدة، فبالتالي هذا ساهم أنه الين عندي يحقق هذا الارتفاع أمام الدولار الأمريكي، خصوصا أنه الين يعني كمان مقبلين على تغيير في السياسة الألترا لوز. يعني احنا كنا عم نشهد انقلاب كبير في السياسة النقدية من المركز الياباني، ربما يكون باتجاه أسعار فائدة فوق الصفر بعد فترة طويلة من الأسعار السلبية. الآن مع ضعف الدولار الأمريكي أصبح الزوج دولار أمريكي ياباني معرض لمزيد من الهبوط بشكل واضح
بعد قمة تاريخية نحن شفناها نعم. في العام 2023. شكرا لك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب.